خذي يا رجل كلاب بوسه. لولو حبيبي اهلا شلونكم؟ شن لبسه هاي لولو الحلوه؟ شن لبسه هذه؟ ها؟ منو لبسك اياها؟ والله؟ شلونك يا وليد؟ يا هلا شلونك يا حمودي؟ الحمد لله تكون تمام؟ ايوه تعالوا 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 شوفوا تعالوا شوفوا اليوم شنو جايبين جاهزين؟ هاي شوفي لولو شوفي اصبري لولو اصبري شوي اصبري شلونكم اليوم؟ زين شلون الدراسة؟ حلوة حلوة؟ حلوة جاهزة الحين اختبارات؟ ايوه اختبارات جاهزة بعد اسبوع وانت حمص؟ ها؟ حبيبي بعد اسبوع اليوم لولو حبيبي شاطرة شلونك؟ ها؟ تعال 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 شوفي يا سلام شفتوا لي اللبسة الحلوة والقصة الحلوة شوفوا لي الشعرات ما تعرف اليوم ايش راح يصير معاها يلا وليد حمودي تعالوا شوفوا شوفوا اليوم شنو جايب لكم اليوم تعالوا يلا وليد وحمودي اصبر شوي ماشي اصبر يلا اول شيء نبلش مين وليد ولا حمودي انا ها انا وليد ولا حمودي نبلش انا هذا لك يا وليد يا سلام وهذا لك وهذا لك يا حمودي ها حمودي تعال تعال نفتحهم تعال تعال نفتحهم ونشوف يا سلام شوفوا هذا الايس كريم الوليد وهذا ايس كريم الحمودي حطها بالثلاجة حطها بالثلاجة لان صار شوي حار تمام انت اصبري شوي اصبري شوي انت بدك اكلات اصبري شوي ماشي يلا هذا طعمته على كيفك شوف هاي البسكوت شفت البسكوت وجبت لك كيندر شوكولاته كيندر حلوه حلوه شي مو طبيعي الشوكولاته وهذا الجيلي يعني على كيفك احلى حلاوه هذا عرفت علي انت تحب البطاطس الحار ها جبت لك بطاطس حار شوفوا على فكره انت تحب البحار اي والله بطاطس حار لك وهاي مشان البطاطس لما تاكل بطاطس حار عرفت علي؟ يعني تشرب العصير اي مشان أيوة. شوي يبرد عليك أيوة. تمام؟ لا وفي هاي المصاصة كمان تصفر شايف المصاصة؟ يا سلام شفت؟ حركات وهاي تجيلي وين حمودي شوفني اغراضك ما شفت اغراضك شوفني اياهم شوف هاي البطاطس انت قلت لي جيب لي حار صح ولا لا؟ هاي البطاطس حلو شايفين البطاطس اصلا البطاطس هاي البطاطس الحمود اوكي وهاي جيلي كمان لمين الجيلي هذا؟ الي كمان الحمودي حلاوه جيلي على كيف واو 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 شوفوا شوفوا جبنا لهم كيندر شوكولاته لا حقي كل شيء اصبري يا لولو 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 اصبري شوي اصبري شوي اصبري يا حبيبي اصبري شوي ماشي هاي الحلاوه بس شباب مشان ما توجع اسنانكم اكلوا منها شوي شوي تمام بدك هاي؟ لا بعدين اصبري شوي ماشي لو سمحتي. اعطي لماما. ايه اعطي لماما، في هذا البسكوت على فكرة هذا البسكوت واو واو خذ امسك ها وخلاص شوف جبت لك يا حمودي جبت لك عصير جبت لك بطاطس ما في كلمة شكرا يا اولاد؟ شكرا يا بابا شكرا حبيبي حبيبي شكرا يا وليد حبيبي بابا حبيبي يا وليد عمري وليد صحة وعافية خلاص عجبتكم الاكلات كلها؟ ايوه لولو حبيبي كمان انت حبيبي يا عمري لو تعرفين ايش في ما صاير معك خلاص خلنا نصنع الاكلات هاي اكله وليد حمودي شوفي هاي بدك هاي ها خذي افتحيها بابا فيها شيء؟ بابا اوه ما فيها وانا احب لولو راح اعطيها لا اصبر شوي لا لا بس لا تاكلوا بس يلا عادي حمودي اعطاها هذه مو مشكله تمام بس هاي لولو خلاص خذي انت بدك هاي في ورقه هذه اذا بدك اياها تمام في هاي الكيس بدك الكيس ها فاضي ما في هذا الكيس الثاني طيب ما في ليش ما في خلاص انت ما بدك شيء شكلها قنوع يعني تقتنع ما تزعل ولا اي شيء يلا شباب نحاشوا نحاشوا لا تعطوا لولو شيء يلا بسرعه بسرعه خلص لولو خلوها خلص لولو ماشي
شفيلو لولو ليه زعلانة انتي؟ تعالي 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 شوف ليه زعلانة شوفيني انتي؟ منو اللي زعلك؟ ها؟ ما اعطوكي اكلات؟ اخذ الاكلات حمودي ووليد وما اعطوكي؟ شوفوني هيقولك شوفيني ليه زعلانة بابا ليش؟ ها؟ بدك همه؟ بدك همه اجيب لك؟ خلاص بعدين بعدين يلا لا تزعلي لا تزعلي ليش 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 زعلتي ليش 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 لانه ما جبنا لك اكلات يلا رايح تعي 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 شوفك شغله لولو تعي حمودي افتح الشنطه شوف لي في كيس بالله افتح لي لا بابا لا تزعلي لا تزعلي بدك همه هاي همات لولو سبحان الله شلون تغيرت لولو صارت عادي ومي زعلانة شفتوا شلون؟ شوفي ماما شوفي معك معك زعلانة لولو كانت زعلانة يا عمري انت تعي ما حدا يزعل لولو يا شباب لولو الا لولو هاي لمين؟ هاي لولو هاي لولو حبيبي وهاي لمين؟ هاي شفت جبت لها ترى نفس ما جبت للاولاد أيوة بس كنا نمزح معها شوي هاي المصاصة اللي كان حمودي جاكرك فيها تمام؟ وهذه الجيلة اللي كان حمودي جاكرك فيها. خذي كل الأكلات، تعال شوفوا شوفوا شوفوا، هاي أكلات لولو، خذيهم هذول إلك. بابا آه لولو حبيبي، إيه؟ بابا عشان أنت حبيت خذها. شكراً. يا حمودي ما تزعل لولو. حمودي جاكر لولو. لا رجع 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 لا تزعل لا تزعل ها تفتح لك اياها لولو افتح لك اياها لولو ما تامن الا بابوها شايفين شلون؟ انه بابا هو الوحيد اللي يسويه وهاي لولو الحلوه ها هاي لمين؟ هاي اللولو ها حمودي جرب تاخذ الشوكولاته لا رجع حمودي خلاص يلا واخيرا سوينا مقلبة تجاهل بلولو صارت تبكي وزعلت وحتى المتابعين هم اللي طلبوا هذا المقلب اي بناء على طلب المتابعين وحمودي لسه يجاكر بلولو لا تجاكر بلولو تمام ولسه وليد يجاكر وهذا كان فيديو اليوم لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب يلا باي